السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. عن ظاهرة الدولار في الاقتصاد العراقي كتب إبراهيم المشهداني مقالا في صحيفة طريق الشعب، جاء فيه: تعد ظاهرة الدولار في الاقتصادات النامية والعراق من ضمنها تعد من الظواهر الاقتصادية المهمة في حال حدوث الأزمات وتراجع الأداء الاقتصادي والظروف التي تتعاظم فيها معدلات التضخم، وكذلك نتيجة للتحرر المالي وفتح الأسواق لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما سمح بالتداول جنبا إلى جنب مع العملة المحلية لتؤدي الوظائف نفسها. في العراق لا يمكن للصناعة أن تنمو وتتطور على نظام الاقتصاد المفتوح باتباع نظام الخصخصة وانفتاح الاقتصاد الذي تبناه عدد من الاقتصاديين العراقيين تحت ما يسمى بالليبرالية الجديدة أو العولمة الاقتصادية أو ما يدعوه البعض بالرأسمالية المنفلتة أو الجامحة أو ما تسمى في بعض الأدبيات بالرأسمالية المتوحشة، وأنه لا توجد دولة واحدة في العالم النامي اعتمدت ما يسمى بالاقتصاد المفتوح واستطاعت من خلاله أن تطور اقتصادها وتنميه، إنما كان العكس تماماً تحت ضغط الولايات المتحدة مباشرة أو من خلال المؤسسات الدولية التي تمثل آلة الضغط مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمية. ولا يختلف خبراء الاقتصاد في العراق أن السبب الرئيس في تعاظم هيمنة الظاهرة الدولارية في العراق يرجع إلى انكشاف الاقتصاد العراقي إزاء الأسواق العالمية من خلال تعاظم ظاهرة الاستيراد لكافة أنواع البضائع بالدولار، إضافة إلى سوء السياسات المالية والنقدية. وبناء عليه فإن أولى المعالجات لتفادي هذه الظاهرة يكمن في توسيع قطاعات الإنتاج وتطويرها وتقليص عمليات الاستيراد الخارجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى عملات أجنبية أخرى في تغطية الاستيرادات. ومن صحيفة العربي الجديد نقرأ مقالا للكاتب عبد اللطيف السعدون بعنوان: العراق من ينهي الشرب من الكأس المرة، إذ يقول الكاتب: كومة الفضائح التي تفجرت في العراق الأسبوع الماضي وشملت مرافق حيوية في الدولة حملت مؤشرا خطيرا دالا على خلل بنيوي اكتنف نشأة النظام السياسي الذي جاء به الأمريكيون، وانعكس طوال الأعوام العشرين التي مرت على البنيان الاجتماعي والتعليمي بمقدار هائل من الرثاثة والاهتراء في منظومة القيم والأخلاق السائدة، وجعل المواطن العراقي يتساءل عما إذا كان هذا كله يحدث في ظل حكم أحزاب تتشدق بحمل رايات الإسلام وشعاراته، وعما إذا كانت تلك الأحزاب تمثل الإسلام حقا. ليس قليلا أن تلقي سلطات الدولة القبض على عميد إحدى الكليات الجامعية على خلفية استغلال طالبات وابتزازهن جنسياً، وليس قليلاً أن اكتشاف شبكة احتيال وغسيل أموال من ضباط كبار يتعاملون مع فاشنستات لابتزاز سياسيين وذوي مناصب عليا عن طريق الإيقاع بهم وتصويرهم في أوضاع خادشة للحياء. وليس قليلاً أن يعلن نائب سابق ورئيس حزب سياسي أنه تلقى في وقت سابق تهديداً من رئيس المحكمة الاتحادية العليا يطلب منه الكف عن الدخول في تحالف مع تيار سياسي معين. وأيضاً ليس قليلاً إعلان الشرطة السويدية القبض على وزير الدفاع العراقي السابق الحاصل على الجنسية السويدية على خلفية احتيال واحتيال مشدد. قمة البؤس أن تتعرض المرافق الثلاثة الأهم في أي دولة، التعليم والأمن والقضاء، إلى هذه الكمية المهولة من الإعطاب، ولا تستثير همة القائمين على السلطة والقرار فيها. وقمة البؤس لملمة هذه الفضائح والتظاهر بالحزم وتشكيل لجان للتحقيق تلد لجاناً وانتظار النتائج ثم الاسترخاء والعودة إلى المربع الأول،
وهذا ما حدث مع فضائح مماثلة زكمت رائحتها الأنوف، ثم تراجع بحثها شيئا فشيئا. ومن موقع الجزيرة نقرأ مقالا بعنوان تغير مهم في العلاقات التركية العراقية للكاتب كمال أوزتورك. ذكر فيه الكاتب أنه في الأشهر القليلة الماضية عملت تركيا جاهدة لإعادة تنظيم العلاقات مع العراق لأسباب، منها تحول بنية حزب العمال الكردستاني في العراق من الجبال إلى المدن، وزيادة هجماته على تركيا، ومشروع طريق التنمية الذي تولي تركيا أهمية كبيرة والذي سيغير مسار التجارة البحرية العالمية. تهدف تركيا بالتعاون مع الحكومة في العراق إلى توسيع عملياتها العسكرية خلال أشهر الصيف، وتريد منع هجمات حزب العمال الكردستاني من خلال إنشاء خط بعمق 30 كيلومتراً من الحدود التركية. ووصف الرئيس أردوغان ذلك بأنه إغلاق القفل، مشروع طريق التنمية الذي يضم تركيا والإمارات والعراق أقصر وأقل تكلفة وأسرع من الممر الهندي. ومع ذلك فإن أخطر مشكلة هي أمن طريق السكك الحديدية الذي سيتم بناؤه داخل العراق. وما دام أن حزب العمال الكردستاني يهدد هذا الطريق، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ المشروع. الولايات المتحدة لا ترحب بهذا المشروع بسبب الممر الهندي. من ناحية أخرى، لا تدعم إيران المشروع الذي من شأنه أن يعزز الاستقلال الاقتصادي للعراق ويجعل تركيا لاعباً مهماً جداً في طريق التجارة البحرية العالمية، والأداة التي ستستخدمها كل من الولايات المتحدة وإيران لتخريب المشروع هي حزب العمال الكردستاني. ومن صحيفة اندبندنت نقرأ مقالا للكاتب رفيق خوري بعنوان صراع غير متكافٍ على روح لبنان. فالصراع في لبنان وعليه ليس لبنانيا فحسب، والقوى الخارجية التي تلعب فيه لا تتحرك في خطين متوازيين لا يلتقيان، إذ هي تدير اللعبة بمزيج من التنافس والتعاون والتفاهم والصفقات والصدام أحيانا. لكن الفارق كبير بين حزب أيديولوجي مسلح متماسك مرتبط بقوة إقليمية لديها مشروع في لبنان والمنطقة تعمل له بدهاء، وكل أنواع القوة على مدى 24 ساعة في اليوم، وبين أحزاب مختلفة ليس لمعظمها مشروع سوى الدور في السلطة، والذين يدعمونها ليسوا في موقع واحد ولا موقف واحد، ويعملون في بلدان كثيرة ويتركون للبنان قليلا من الوقت في اليوم وأحيانا في الأسبوع، هذا فضلا عن الضيق بخلافات أصدقائهم اللبنانيين والملل من المبادرات من دون نتيجة. خصوم المشروع الإيراني الإقليمي الذي صار لبنان رأس الحربة في العمل له عبر حزب الله يشكلون جبهة وطنية عريضة لتحقيق المشروع المعاكس، وهو بناء الدولة الوطنية، ولا الخماسية الأمريكية الفرنسية السعودية المصرية القطرية تمكنت حتى اليوم من دفع الكتل النيابية إلى التفاهم على مرشح لرئاسة الجمهورية، أو دفع رئيس المجلس النيابي شريك حزب الله في الثنائي الشيعي إلى فتح باب المجلس لجلسة بدورات متعددة يتنافس فيها مرشحون، وتستمر عملية الانتخاب حتى فوز أحدهم، كما هو التطبيق العملي للدستور. ومن الصعب اتهام إدارة الرئيس جو بايدن بالبساطة وتسطيح الرؤية، لكنها تمارس أحياناً سياسات شديدة البساطة والبعد من الواقع. فالمسؤولة عن الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية باربرا ليف تقول من جهة إن حزب الله يقود لبنان إلى وضع خطر، وتتطلع من جهة أخرى إلى أن تحتكر الدولة اللبنانية السلاح ويكون حزب الله حزباً سياسياً، وهي تعرف أكثر من سواها أن السلاح هو الثابت في مسار حزب الله، لأن دوره اللبناني والإقليمي يحتاج إلى السلاح. شهادات مؤلمة من داخل مجمع الشفاء غرب غزة، إذ نشرت صحيفة التايمز اللندنية تقريراً للصحفيتين أمل حلس من القاهرة وجابرييل فانجر تناول اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي. وذكر التقرير أن الكمين في مجمع الشفاء الطبي كان قيد التخطيط منذ أسابيع،
ولذلك عندما استعدت قوات الاحتلال لدخول أكبر مستشفى في غزة في منتصف الليل كانوا يعرفون ما ينتظرهم. وقال أحد المسعفين في المستشفى إنه أجبر على خلع ملابسه وبقي في الخارج ساعات، وقال أجبروني على التعري وألقونا في ساحة المستشفى والمطر على رؤوسنا في البرد القارس. وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن يستمر الهجوم الذي دام أسبوعاً على أحد أكبر المستشفيات وأكثرها تقدماً في غزة في وسط القطاع بضعة أيام أخرى، لكن إسرائيل تقول إنها بالفعل واحدة من أنجح العمليات منذ بدء الحرب في تشرين الأول أكتوبر، لكن الشهود المحاصرين داخل المستشفى يشعرون بالرعب. ومع فشل المجمع في العمل كمركز طبي يموت المرضى، ونشرت المؤسسة الخيرية قبل بضعة أيام أنه قتل مئات الأشخاص داخل المستشفى وحوله، والجثث ملقاة في الشارع، إذ كان الوصول إلى المنشأة مستحيلاً لعدة أيام. ويقال إن قسم الجراحة تعرض لأضرار بالغة ما ترك المرضى دون رعاية. وقال طبيب في المجمع للأمم المتحدة إن المرضى محاصرون في أحد المباني منذ اليوم الثاني للغارة مع طعام وماء محدودين للغاية ومرحاض واحد فقط. وأضاف المرضى في حالة حرجة مع العديد منهم ملقى على الأرض، 3 مرضى بحاجة إلى العناية المركزة. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. اكتشف نوع جديد من الرخويات البحرية أو البزاق البحرية قبالة جنوب غرب إنجلترا، حيث اصطادتها سفينة أبحاث. وقد توصل روس بوليمور من مركز البيئة والغذاء وعلوم الأحياء المائية إلى الاكتشاف مصادفة، وعثر على نحو 100 من الرخويات البحرية المختلفة في البحار قبالة بريطانيا وإيرلندا، لكنه عرف فورا أن هذا شيء مميز. وأضاف كانت لحظة الاكتشاف كومضة وسط الظلام. هذا المخلوق ينتمي إلى مجموعة تعيش في المياه الدافئة والتي من الممكن أن تهاجر شمالا بسبب تغير المناخ. ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف يظهر أنه لا يزال لدينا ما نتعلمه عن الحياة في بحارنا، والتي تعد إحدى أكثر المناطق التي درست في العالم. وعلى الرغم من حجمها الصغير حيث يقدر طولها 5 سنتيمترات، فهي من أعلى الكائنات المفترسة وتحتل موقعا رئيسا في السلسلة الغذائية.
نتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. حكواتي المسحراتي اللي كان كله يعني كان كله كان من قبل، وهلا الحمد لله كله عم يرجع، يعني عم يرجع بس بقوه. كان يعني بالنسبه لنا نحن كشباب انه هاي الاجواء كلها طمع ضمنها لما كانت بالازمه، بس هلا انه كبدايه هلا كبدايه جديده وكشغل الشباب الموجود صرنا نحضر هالاشياء كلياتها ونتعرف عليها من جديد. يعني مثلا هلا ممكن هالشغلات كنا نشوفها بالمسلسلات مو اكثر، ما بالحاره وهالاشياء، صرنا عم نرجع نحس فيها نحن كشعوب. زينه رمضان، مسحراتي، هالاشياء كلياتها، حتى الاناشيد المولوية وهالشغلات كلياتها اللي شفناها هلا، هي كلياتها بترجع بتزرع فينا احساس انه يعني رمضان واجواءه انه غير. ويبارك حوله وحواليا، ويا سلام ويا سلام. حرك من هون لافهم الصايم. لا اله الا الله. وعن هي من اجواء رمضان الاصليه والاصيله بمجتمعنا السوري صاحب العادات والتقاليد المتميزه جدا. حكواتي كان يطلع يحكي لهم حكايات ظريفه وخفيفه، بالاضافه كان في شيء اسمه كراكوزاتي او خليلاتي، حاليا اللي اسمه مخايل مسرحي، هو مسرح كراكوز وعواز. هذا المسرح تم توثيقه ضمن لائحة التراث اللامادي السوري على لائحة الصون العاجل. هذا المسرح كان يحكي كثير حكايات حلوة، وكان هو بمثابة تلفزيون مثل ما هلا التلفزيون عم يشتغلوا عليه. الظل هو اللي بيعبر عن الهوية الثقافية السورية، هي هوية عريقة، هوية غنية متجذرة بالتاريخ. طبعا خيال الظل المعروف بشخصيات كراكوز وعواز او الكراكوزاتية، واللي بيأديها اسمه مخايل او الخليلاتي. هو نحن طبعا لنحافظ على هذا التراث ونصونه مثل ما صان وحافظوه عليه اجدادنا، عم نرجع بنحييه بشخصيات وصفات جديدة. في ختام جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحياتنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.